امر لاين، لانه هو بدايه الانطلاقه بتاعتك في برنامج جوجل سكتش اب. من خلاله هتقدر تتعامل مع كل الاوامر اللي في برنامج جوجل سكتش اب. هنشرح من خلال الفيديو ده امر لاين في برنامج جوجل سكتش اب. اول حاجه لازم نعرفها علشان نوصل لامر لاين في جوجل سكتش اب، ممكن اوصل له عن طريق الاوامر العلويه اللي في البرنامج. بمجرد ما اضغط على هذا السهم هلاقي فيه خيارين، لاين وفري هاند. الطريقه الثانيه ان انا اقدر اوصل له من قائمه اللارج تول، هلاقي ايقونه امر لاين موجود. ممكن القائمه دي ما تكونش موجوده عندك، تجيبها ازاي؟ هتخش على فيو، هتضغط على تول بار، من هنا هتلاقي في قائمه اللارج تولز. لارج تولز لو شلنا التشيك منها تختفي، لو ضغطنا عملنا تشيك كلوز ترجع تاني. يبقى دول الطريقتين اللي تقدر توصل بيهم للامر. تعالوا نختار اي طريقه منهم وليكن عن طريق اللارج تول. بمجرد ما بضغط على الامر بيتحول شكل الماوس لشكل الايقونه بتاعه امر لاين في البرنامج. علشان ابتدي ارسم امر لاين، البرنامج بيطلب مني نقطتين. النقطتين دول بدخلهم ازاي؟ بمجرد ما بضغط كليك يبقى انا كده دخلت النقطه الثانيه، واضغط كليك اخر كده انا دخلت النقطه الثالثه. لو عملت اسكيب كده انا خرجت من الخط ده، يبقى انا خلصت الخط الاول. ممكن ان انا ارسم بشكل حر، اضغط كليك ابتدي ارسم بشكل حر، وممكن بهذه الطريقه، وممكن ان انا ارسم مستقيم في اتجاه محور واي اللي هو باللون الاخضر ده، اضغط كليك واسحب، هلاقي بمجرد ما ابقى موازي لمحور واي اللي هو الجرين هلاقي لون الخط تحول للون الاخضر. بمجرد ما اضغط كليك كده انا رسمت الخط موازي تماما لمحور واي. لو حبيت ارسم في اتجاه محور اكس اللي هو لونه بالاحمر، هضغط كليك واسحب، هلاقي ان البرنامج عمل لي سناب موازي لمحور اكس، فلون الخط تحول للون الاحمر. بمجرد ما اضغط كليك هبتدي واعمل اسكيب، هرسم اللاين. ممكن ارسم كمان في اتجاه محور زد، اضغط كليك واسحب الى اعلى، هلاقي ان لون الخط تحول للون المحور. لو ضغطت كليك مره اخرى هيبتدي اللاين يترسم معايا. دي كده اول طريقه لو انا رسمت بدون ابعاد. طيب لو حبيت ارسم بابعاد، اضغط كليك واسحب، وليكن انا عايز في اتجاه محور واي. لو قلت له انا عايز الخط ده 6 متر، لو كتبت 6 انتر، الخط هيترسم معايا بالبعد 6 متر. البعد بدخله فين؟ لو سحبنا القائمة دي لفوق شوية هلاقي تحت في حاجة مربع كده مكتوب جنبه لينس، وده اللي بدخل فيه الطول. لو ضغطت كليك وسحبت هلاقي ان الطول اهو بيتغير معايا 15 متر، لو زودت شوية هيبقى 26 متر. ممكن ارسم بالشكل التقييم ده، وممكن اقول له لا انا عايزه 20 انتر، الخط اسكيب، الخط هيترسم معايا بالمقاس المطلوب بتاعه. ممكن ارسم خطوط متصله، اضغط كليك واسحب واضغط كليك، لسه الامر موجود. لو كملت وضغطت كليك رسم لي خط تاني، لو كملت وضغطت كليك رسم لي خط تالت، وهكذا. تمام. طيب افترضنا انا رسمت لاين وعايز اعرف شويه معلومات عنه، اعرفها ازاي؟ لو اخترت الخط ده ورحت للبروبرتيز دي هلاقي في حاجه اسمها انتيتي انفو. لو ضغطت على السهم اللي جنبها هيجيب لي معلومات عن اللاين ده، هيقول لي ان اللاين ده في لير ايه وطوله كام وسوفت ولا سموث وهكذا. جميل جدا. وممكن كمان عن طريق امر لاين اكون سطح. لو ضغطت على امر لاين بايا كانت الطريقه وضغطت كليك وسحبت وضغطت كليك 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 رسمت اكثر من خط، مجرد ما اقفل الشكل وضغطت كليك هيتحول الخطوط معايا لسطح. يبقى ده أول جزء معانا في أمر لاين، يا رب يكون واضح. الأمر الثاني اللي في أمر لاين، في مجموعة أمر لاين، هو اسمه فري هاند. ومجرد ما أختاره أيا كانت من الطريقة الأولى أو من اللارج تول، ده بيحتاج مني إن أضغط كليك وأساحب، أفضل دايس على كليك شمال وأرسم الخط زي ما أنا عايز بهذه الطريقة. بمجرد ما أسيب كليك شمال بترسم معايا الخط بهذه الطريقه. تاني يبقى الفري هاند ممكن اختاره من هنا او من هنا، واضغط كليك
واسحب، افضل ضاغط على كليك شمال وابتدي اسحب بالماوس في الاتجاهات اللي انا عايزها بهذه الطريقه. اول ما اسيب كليك شمال من الماوس يبتدي الامر يترسم معايا. نفس الطريقه لو حبيت اعرف شويه معلومات عن امر الفري هاند، لو اخترت الخط هلاحظ ان بيبقى عباره عن خط متصل تماما. لو رحت على الانتيتي انفو هلاقي برضو في الطريقه. يبقى هنراجع على الاوامر بتاعتنا مره اخيره علشان اوصل لامر لاين، ممكن عن طريق اللارج زول او الاوامر اللي فوق. امر لاين بختار الامر، بيحتاج منه نقطتين، كليك وكليك، بيترسم الخط معايا بكل سهوله. اما الخيار الثاني في مجموعه اللاين وهو الفري هاند، بختار بيطلب مني اضغط كليك وافضل دايس وابتدي ارسم امر اللاين، وثم اسيب الكليك شمال هيبتدي يترسم اللاين الفري هاند معايا. علشان ارسم خطوط عدله في اللاين بختار اللاين واضغط كليك. لو قربت من محور واي هيبتدي الخط يبقى بالاخضر، لو قربت من محور اكس هيبتدي الخط يبقى بالاحمر، لو قربت لزد هيبقى الخط باللون الازرق. لو ضغطت كليك هبتدي انهي رسم الخط الاول، اسكيب ابتدي انتهي من الامر. اخر حاجه هنقولها في الفيديو بتاعنا النهارده، ان لو حبينا نمسح اي لاين من الخطوط اللي موجوده قدامنا دي، بكل بساطه هنروح لامر اريز ونبتدي نختار اللاين، هنلاقيه اتمسح بشكل طبيعي. الحاجه الاخيره برضو قبل ما اقفل الفيديو، ان ممكن عن طريق امر فري هاند برضو اكون سطح. ازاي؟ اضغط كليك وابتدي ارسم اللاين بتاعي وابتدي اقرب واروح لنقطة النهاية واسيب السكرول، هلاقي ان السطح اترسم معايا بكل سهولة. لو حبيت اشيل السطح ده واحول الكلام ده لخطوط، اختار السطح وادوس ديليت، هلاقي ان الشكل بقي خطوط فقط لا غير. كذلك امر لاين، لو ضغطت على السطح ده وقلت له ديليت هلاقي ان الشكل بيه اصبح معايا مجرد خطوط فقط لا غير. هو ده كل اللي احنا محتاجين نقوله في الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان حضرتك تتدرب كويس جدا على امر لاين، لانه هو بدايه الانطلاقه بتاعتك في برنامج جوجل سكتش اب. من خلاله هتقدر تتعامل مع كل الاوامر اللي في برنامج جوجل سكتش اب. اشكركم، الى ان نلتقي في فيديو اخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.